الحمد لله، انت اتحسنت كتير قوي عن الاول. ربنا يطمنك يا دكتور. احنا هنلغي الدواء اللي احنا ماشيين عليه وهكتب لك دواء جديد هيحسنك كتير قوي. هيا سناء، ايه الاخبار؟ المريض سامح عبد اللطيف. ماله؟ بره ومصر يقابل حضرتك. هو واخد ميعاد النهارده؟ لا يا دكتور، بس هو عايز حضرتك في مساله حياه او موت. حياه او موت؟ طب خليه يتفضل. حاضر يا دكتور. ايه ده؟ اهدوا 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 يا جماعه عشان الفيتامين. ارمي البودره اللي معاكي بسرعه. انت مجنونه، احنا اتبهدلنا لحد ما جبناها. انت بعتي موبايلك عشان نجيب الضرب ده. ارمي اهدي البودره اللي معاكي عشان تقفش. بس اهدوا يا جماعه عشان داخلين على كمين. اتفضل اديك. مساء الفل يا باشا. رخصة. ايه ضاعت ولا ايه؟ لا يا باشا، الرخص موجودة بس هتلاقيها وقعت هنا ولا ايه؟ دور. طب استأذنك بس يا باشا اقف على جنب. اخلص يالا، احنا لسه هندور. ما هي معايا يا باشا بس هتلاقيها واقعة بايقة. اخلص، اركن على جنب. حاضر. اخلص. حاضر. يا رب. يا جماعة خلاص، ولسه خلاص، بقول لكم اتسلمي.
لا ده تزعم براحتك. طمت عليا ولا ايه؟ انت لما بتضرب كيمياء بتبقى رخم. خلاص خلاص الزعم يا عم براحتك. انا هروح. اللي انت كويس سوقك يا ونش. اخرة الخيانة الدم. هربد عليهم الباب محدش بيرد عليا. في ايه؟ بطاقتك. وفي ايه؟ بطاقتك خلصي. ايه؟ بطاقتك خلصي. حاضر. اتفضل. انت كنت جايه ليه هنا يا غنى؟ انا كنت جايه اطمن على فتون صاحبتي. اه فتون. اخر مره شفتيها كان امتى؟ كان من حوالي اسبوع كده. واصل انا بتصل بيها كتير قوي على تليفونها بس تليفون مقفول وما ما بتفتحوش خالص، فقلقت بصراحه قلت اجي اطمن عليها. لا قرايب هنا ساكنه في حته تانية. لا بصراحه انا ما اعرفش اي حاجه عنها غير بيتهم ده. هو في حاجه؟ هم متخانقين مع حد؟ ما تساليش كتير، انا اللي اسال بس. خلاص. طيب حاضر، انا بس بستفسر يعني. يلا خدي بطاقتك ما تقفيش هنا كتير. حاضر. كلمه واحده يلا. شكرا. بسرعه. هو في ايه يا مونس؟ والنبي يا اختي احنا على الحال ده كده بقالنا يومين من ساعه ما الونش اتقتل. هو الونش اتقتل؟ طب سلام بقى يا مونيزو. سلام يا حبيبتي. عايزه فلوس. مش معايا فلوس كتير، عايزه ايه؟ عايزة اروح زيارة علي. انت اتخبلتي في نفوخك؟ عايزة تسلمينا؟ ليه يا اخويا وانا كنت عملت ايه؟ من زمان اصل هي بلغت عني وعنك. يعني تفتكر لو رحت الزيارة هيقبضوا عليا؟ اه طبعا. هي الدنيا مالها اسودت كده ليه؟ طب عايزة افتح الموبايل عشان اكلم علي. ما تفتحيهوش اليومين دول، اصبري شوية. طب انا موبايلي مقفول وموبايل البت عسلية عاملة له نمرة قافلاه. علي كده يتجنن. بقول لك ايه؟ انت تعرفي البيت اللي كانت شغاله فيه البت عسليه؟ اه يا اخويا اعرفه، ورا الشيخ زاهي. تفتكر البت راحت على هناك؟ يمكن. طب تحبي يا اخويا نروح لها؟ ايه يا بت؟ ايه اللي اخرك التاخير ده كله؟ فضلت الف ساعه ونص في الشوارع يا فتون. ليه يا اختي؟ ساعه ونص بهرب في الشوارع من الحكومه. الحكومة كانت ماشية وراكي؟ أيوه. بولاقة كلها ملغمة مخبرين. الولاية مميزو قالت لي إنه بيدوروا عليك من بعد ما اتقتل الونش. يا مصيبتي السودة؟ الونش اتقتل؟ إمتى؟ من يومين. وأنت تعرف يا أخويا حاجة عن الموضوع ده؟ أعرف منين؟ إيه؟ من ساعة ما سيبنا بولاقة ما عتبناهاش أنا وأنت. إيه المصيبة دي؟ بقى إحنا نهرب من المصيبة. تجي لنا مصيبة أكبر. نعم؟ مصيبة ايه يا فتون؟ مصيبة ايه اللي انتوا هربانين وجايين منها هنا؟ على فكرة أمين الشرطة اللي وقفني خد بطاقتي وبص فيها كويس قوي، يعني أكيد حفظ العنوان. هيعرفوا منين إن احنا عندك هنا؟ لأن انتوا ضحكتوا عليا يا أستاذ راشد وضللتوني وديتوني بولاء على عماية، فاضطريت أقول له إن أنا صاحبة فتون وعسلية. يا لهوي، وتفتكروا ان هما هيجوا لحد هنا؟ بس بقى ما تسخنيش انت كمان على الفاضي.
انا هنزل. تنزل تروح فين وتسيبني لوحدي؟ جرايه فتون، هنزل اعس على موضوع الونش ده. موبايلي مقفول وموبايلك مقفول، هنتكلم ازاي؟ هاجي اخر الليل، ما تنزليش. ودي بقى اخرتها مش كده؟ اخرت اللي يقف جنبك ويعمل معاكوا جميله يتعص. كتر خيرك يا غنوه، وعموما عادتنا عندك مش هتطول. سلام. هو اللي قتل مفتون مش كده؟ نفسي ما يطلعش هو. انت بتطلعي على بحر ميدان المرسي ابو العباس، جنب منه بالظبط الصعيدي بتاع الجيلاتي، فوق منه الدور الاول مكتب الحاجه ام صباح، ان شاء الله تساعدك. والله يا حبيبتي انا مش عارفه اقول لك ايه، بس انا ما اقدرش اشغلك من غير بطاقه. الشغل عندنا ليه اصول. معلش. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. انا حاجة لو تسمحيلي يعني اقوم اتوضى واصلي الظهر وبعدين امشي. تمشي؟ تمشي تروحي فين؟ اروح ادور على بيت عمتي ده اللي مش لاقيه بقالي يومين. استغفر الله العظيم يا رب. طب بقولك ايه، قومي انت توضي وصلي وبعد كده نشوف هنعمل ايه. اعملي حسابك مش هتمشي من هنا. يعني هتشغليني؟ ان شاء الله هتفضلي في المكتب هنا معانا، وبعدين بقى بقولك هتشتغلي ايه بالظبط. إلهي يسترك ما يفضحي. آمين. إلهي يجازيكي بيا بكل خير. آمين. إلهي يا رب يوصلك على مرني عندي. الله العظيم يا حبيبتي أنا ما عملتش حاجة، أنت هتركبيني كده ذنوب. طب يا أصلي فين يا حاج؟ بص يا حبيبتي آخر الطرقة كده في حمام، اتوضي وبعدين هتلاقي على إيدك اليمين كده الأوضة اللي تصلي فيها. حاضر، عن اذنك يا حاج. اتفضلي يا حبيبي. ربنا يخليك يا رب، ربنا يسعدك يا رب، ربنا يبعد عنك عدوينك. لا قوه الا بالله. باشا يا حاجة يا كابتن، بتدور على حاجة؟ في واحد شغال عندكم هنا اسمه عسلية. لا، ما عندناش الاسم ده. يا عم أنا متأكد إن هي شغال عندكم. بقول لحضرتك إيه، أنا مش طاقس تكسير في الدماغ، أنا عارف شغلي كويس وعارف مين شغال ومين شغال. بقول لك إيه، اتكل على الله روح دور عليه في حتة تانية. خلاص يا عم بالراحة يا عم. أهلا 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 أهلا، سعادة البيت. اتفضل يا بيت. إيه ده إيه ده إيه ده؟ يا راشد عامل إيه؟ إزيك سعادة الباشا؟ كويس؟ الحمد لله. يا رب دايم. ايه ده انت، ايه اللي جابك هنا؟ بدور على مرات عسليه. عسليه هي كانت موجوده من يومين اهو. شفت؟ مش قلت لك شغال عندكم جوه؟ عسليه دي مين يا بيه؟ دي سالي يا حاج سالي. اه سالي، والله يا بيه ما اعرف انها اسمها عسليه. انا ما اعرفش انها اسمها زالي عندكم يا باشا. المهم يعني انا حصلت مشكله بيني وبينها كده وكنت عايز اصلحها. يعني هي قعدت نص ساعه ومشيت. مش راحت فين؟ لا ما قالتلناش بقى. بقول لك ايه يا حاج، ما تخش شوف عندك ايه شغل جوه. حاضر يا بيه. اتفضل. بقولك يا راشد، بما انك هنا معكش حاجه حلوه. والله يا باشا انا واقف بقالي كذا يوم. طيب انت مسجل رقم تليفوني، لما يبقى معاك حاجه كلمني. حاضر يا باشا. اتفقنا؟ حاضر يا باشا. ماشي حبيبي، عايز حاجه؟ ماشي، خلي بالك على نفسك بقى. يا زينب، زينب. أنا يا حاج. أنا همشي بقى يا حبيبتي. طيب يا حاج. وهقفل عليكي من بره زي ما قلتلك، ومش هتخافي وانت قاعدة لوحدك. ربنا معايا يا حاج. يا حبيبتي ربنا معاكي. بقولك ايه، تقفلي الشبابيك والإزاز وتطفي الأنوار. حاضر. فهماني؟ حاضر. سلام عليك. بأمان الله يا حاج. الله يخليك يا حبيبتي. مع السلامة. سلام عليك. عليكم السلام ورحمة الله.
يا ابني بقالك سنتين غايب عني، ويوم ما تحب تشوفني بقى عايز تستلف فلوس. اعمل ايه بس يا عم، الايام دي الدنيا معكوكه معاها على الاخر. والله على الناس كلها يا ابني، اصل انا اتجوزت. اتجوزت؟ يخص عليك يا ند، انا معرفش، هو انا مش مقام ابوك؟ والله العظيم ثلاثه كده جت على الضيق وفي السريع، ما انت عارف الجواز كله التزامات. من غير ما تحكي كتير، انت اول ما كلمتني في التليفون وقلت انك عاوز تقابلني عرفت انك عاوز فلوس. خد يا عم ادي 150 جنيه اهو، عشان لما تقصدني في حاجه ما ينفعش اقول لك لا. 150 جنيه مره واحده؟ على العموم تشكر. ما قلتليش الجوازه دي حصلت امتى وفين؟ لا دي حكايه طويله احكيها لك المره الجايه. تسمع 150 جنيه. سلام عليكم. عليكم السلام. جميلة أنا اسمي عسلية. لا عسلية إيه، أنا اسمي زينة. وأنت اسمك إيه؟ أنت لازم تستحملي معايا، لازم تستحملي. كده شكلنا ملناش غير بعض. يا ترى الدنيا مخبية لنا ايه؟ راح فين يابا؟ ليه ليه بس كده يا زميلي، ده انا ضيف. زميلك مين يا ده، انت هتصاحبني ولا ايه؟ جاي لمين يا صديق؟ جاي لأنسي. مجر قدامي. فين ده؟ اهو قريب. يا عم أنسي! يا عم هنا! راشد! سيبه أكابيلو ده، ما عرفه سيبه. ايه يا غول؟ الحمد لله بالسلامة يا غول. تعال يا غول ادخل ادخل ادخل. خلاص يا كابيلو. كل كل. ايوه. كل بيتك ومطرحك. حبيبي يا عم الناس، حبيبي والله. هو ايه؟ يا لنديم. انما انت ايه اللي فكرك بيا يا غول؟ ايه ده؟ هو انا نسيتك اصلا؟ ده انا بقالي سنتين قالب على نمرتك الدنيا ولا الاقيها مع حد خالص.
وعلي رؤيا اخباره ايه؟ علي اتحبس خد 7 سنين يا شيخ. اه والله. وخدهم في ايه؟ في كرتونه. اوف. اتجوز من هنا واتمسك من هنا. وانا اتجوزت اخت مراته. بقى الاتنين في رقبته والله العظيم. ومش عارف اعمل ايه؟ ما تشوف لي شغلانه ولا اي حاجه. امين يا صاحبي. متاكلة دي. شكلك خسانه وهفتانه. كل يا حبيبي. تلات ايه يا زهر وانا اعزم عليك انت كمان؟ ما تدخلي على البطه. اديني 3 4 ايام هظبطك. طب ايه؟ خد رقم. خد اتصل بنفسك وسجل رقمي وانا هسجل رقم. طب اعمل ايه؟ اعمل اي حاجه دلوقتي. I need servant, okay? To come with me to Sharm el Sheikh and after that come with me to Cairo. Okay? Huh? Huh? Let me ask Umm Sabah because she is the manager here. Okay. بتقول لك عايزة واحدة تقعد معاها في شرم الشيخ وتكمل معاها على القاهرة. هي بتتكلم إيه يا بنت؟ مين؟ هي بتتكلم إيه؟ بتتكلم إنجليزي. إنجليزي وأنت بتعرفي إنجليزي؟ الحق يا أخويا. طيب شوفي بقى سيبيني يومين يومين ها وكلميني بعدها اكون انا شفت بنت لهلوبه. You called the office 2 days after. Okay, I'm gonna call the office after 2 days. Goodbye. يا زينب انت بتتكلمي انجليزي يا بنت؟ طب عرفتيه ازاي وامتى وليه؟ بتكلم يعني انا بحكي لك قصه كده. استاذنك انا بقى 5 دقايق اروح اصلي العصر وارجع. طيب يا اختي روحي يا حبيبتي. انا كنت لقيتي على الارض امبارح وانا بوضب المكتب 100 جنيه عن اذنكم. اتفضلي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا جيك سفياني بتتكلم انجليزي يا حاج صلاح؟ يا حلوه قوي قوي. ده ايه ده؟ ده انا معايا معهد 2 سنين لاسلكي ومعرفش اقول كلمتين على بعض من اللي هي قالتهم دول. لا والله البت دي ممتازه قوي 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 وهديه من عندك يا رب احمدك واشكر فضلك. بقول لك ايه يا حاجه؟ شوفي كده بطانيتين قدام وكم هدمه من عندك يعني تكوني مش بتستعمليهم دلوقتي واديهم لها عشان هي عيني بتنام في المكتب والدنيا برد عليها قوي عليها. والله يا حاجه انا عندي بطانيتين في المكتب وجداد مش قدام ومديهم لها بتتغطى بيهم في المكتب ومع ذلك حاضر من عينيا الاثنين انا هجيب لها هدوم مش قديمه هدوم جديده محترمه كمان. ربنا يبارك. الله يخليك. طب بعد اذنك يا حاج معلش اسمح لي صراحه. اتفضل. يعني ايه انا بس عايز اشارك كده باي حاجه هاتي لها اللي انت عايزاه جلاليب لبس اللي انت عايزاه انا عايز اخد الثواب. ماشي ماشي يا محروس من عينيا الاثنين ربنا يديك على قد نيتك يا رب ويديك ثوابها ان شاء الله. ربنا يخليك. صباح الخير يا صابر. صباح الفل يا باشا. نبي يا صابر المرتبه اللي جوه دي هتموتني عصعصي هيموت وهموت منكم ناقص عصعص. كل اللي عصعصك يا باشا. قول لي. امر يا باشا. الواد كهرباء الطبال ما اتصلش ولا جه؟ لا ولا اتصل ولا جه يا باشا. يخرب بيته. صباح الخير يا رجاله. صباح الخير يا بنات. طب والنبي يا صابر طالب منك طلب. امر كبير. الله يخليك شايك كده على كل اللمض اللي طارت امبارح غيرها كلها. ها كله تمام يا باشا. الله يحرسك ليا يا رب. لبنك يا باشا. تسلم لي يا حبيبي. اصحى لينا احنا جينا والكل هيبقى عينه علينا. كهربا واحد بس. باشا حاكم دار الكباريات منور نجم الليالي. وادي يا كهربا. ناديه ما اتصلتش ولا جت يا وادي يا كهربا. ما احنا قلنا بقى باشا ناديه بخ. ناديه بخ يخرب بيتك انت مالك يا واد اتعلمت لوع النسوان كده زي الرقصات اللي بتشتغل معاهم ولا ايه؟ اسمع انا ما احبش اللي يخسرني يا كهربا وبقلب عليه كمان. انت مش قلت ناديه هتجيبها في ايدك وانت جاي؟ كهربا يخسر الباشا. لا كهربا قال يا ناديه يا غيرها. وبعدين ناديه مشغله تليفونها في الصمت بقالها كام يوم فبلاها ناديه ونجيب سوزي ولا ليلى وهي ليلى. يا سوزي يا ليلى مدي حتة وهز يا بت هز يا بت. يا اختي مالك سوزي في نفسك كده ليه؟ دي سوزي خالص يعني. وادي يا صابر. عمر يا كبير. ايه رايك يا واد سوزي ولا ليلى؟ ده بنسك يا باشا وكهربا بياع كلام. سمعت يا منيل؟ الباشا يصرف لي يومين بس كده نقضي في حته جديده شمعايه
شمعايا ونقلب بيها الدنيا ونولع بيها المكان، والنقطة ترجع تبقى إيه؟ سيول. هز يا بت، هز يا حتة. طبال طبال يعني، لعلمك كلام الطبالين ده يهز في أي حتة، لكن معايا أنا ما يهز الشعر مني. هو إحنا ورانا غير الهز يا باشا، الهز يا باشا. ماشي يا خفيف. يلا يا حتة. يلا اتكل على الله، شوف أكل عيش وأمن على الناس اللي معاك يا واد. زلادي فرس. عيوني. يا باي. واد يا صاب. عمر يا كبير. مين اللي بيجيب اللبن ده يا واد؟ اللبن ده قاطع، غيروا اللبان. الو بنتي غنوة، صباح الفل. هي بنت اتغنيتي ولا ايه؟ انت بتتكلم بجد؟ انا معايا فلوس؟ ده انا لو معايا فلوس كان زماني عندك كل شوية. اه طبعا. معقولة؟ عايز ايه؟ مش فاهم. ريكلام يعني؟ واحدة من اللي بيقعدوا في الصالة دول؟ المولانا يا غنوة هنا اهو، تعالي خديه. اه امال ايه؟ اه عايز واحدة للصلاة؟ متنمرضوا عليك؟ هم لازم يتنمرضوا عليك طبعا. اه طبعا عندي واحدة جامدة جامد، بس هشوف الموضوع واقول لك. طيب يا استاذ فاضل اقفل وانا هكلمك تاني. السلام عليكم. عليكم السلام. مالك كده وشك عامل كده ليه؟ طب بس طب. عملت ايه؟ عملت ايه في ايه؟ يا ست السودا عملت ايه؟ الموضوع سلية. رحت الفيلا قعدت نص ساعة ومشيت على طول. بقول لك ايه؟ خدي 500 جنيه واكل وشرب وقلب معاك. مجيل قوي دي. تسلم يا رب، ربنا يخليك. تسلم بالهنا والشفاء. الف هنا وشفاء يا راشد. والله الواحد مش عارف يقول لك ايه والله يا جماعه. بص عليك هتقول ايه؟ ده انتوا قاعدين في بيتكم ومطرحكم وتنوروني يا رب ان شاء الله العمر كله. بقول لكم ايه؟ امسك كده، انا هدخل اعمل لكم لقمه حلوه كده على مزاجي، زمانكم ميتين من الجوع. يا واجباتك يا غنوه. فتون. ايوه. البت دي بتلون شويه، تهبش فيا شويه، تخش تعمل لنا اكل. الحكايه واحنا مالنا؟ هنبقى شحاتين وبنتأمر؟ انت شحاته، انا قاعد بفلوسي. قول لي هنا كنت بايت فين امبارح وجاي متدهول على عينك؟ ما تكيش فيه. الله، ريحه الاكل اللي ما اتعملش حلو قوي. اختي ايه الغلب ده؟ علي خير؟ أنس بيسلم عليك. أنس المر. أنس المر ده اللي فكروا بيا؟ ده المر حبيبي ونص عليك وسايب لك يسلم عليك. قول. مراتك وابن عمك مش عارفين يقولوا لك، معاهم حكايه كده بيخلصوها. مش فاهم الكلام. هذا الكلام اللي عندي قلته. تشكر. العفو. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا 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 لا، لا زعلان منكم والله. مصوعيني من غير اكل لحد دلوقتي؟ لا يا حاج اوعى تزعل، معلش حقك عليا، انا بس كنت مع زينب بشتري لها شويه هدوم. انا السبب يا حاج. امال ايه؟ كان كنت بضحك معاكي بس. هاتي السندوتشات يا زينب وتعالي ناكل سوا انا وانت والحاج. لا معلش اتعشى انتوا، انا لسه هصلي العشاء ومتوضيه الحمد لله. اصلي فين يا حاج؟ قبل الله يا بنتي. بص يا بنتي، انت ظهرك للشباك، القبله كده على طول. والسجاده عندك على ايد الكرسي. قبل الله باذن الله. لأذنكم تفضل يا حبيبتي. تعالى اقعد انت بقى. ايوه عشان تصلي براحتك. ايوه ربنا يكرمك يا حاج. الله يخليكي. اديك بقى السندوتشات لحسن انت جعان.
خد. انا عايز اطلب منك طلب يا حاج. امري. يعني انا بفكر كده يعني ان زينب تيجي تبات معانا هنا، اصل بصراحه يعني المكتب برد قوي وانا صعبانه عليا، والبنت باين عليها بنت ناس ما اتمرمطتش قبل كده. اللي تشوفيه يا حاجه تحت امرك. ربنا يخليك ويرضيك يا حاج. راشد عايزه سجاره. عايزه سجاره. ايه ده؟ هو راشد لسه نايم يا فتون؟ ما تقوم بقى يا راشد، انت بقالك 3 ساعات على الحال ده. انا صاحي على فكره. وانت يا اختي متشيكه كده ورايحه على فين؟ رايحه اسهر سهره حلوه عند واحد صاحبي، محل النمائيه فتون، يجنن وهيصه ومزيكا. قومي قومي البسي وتعالي معايا، وانت كمان يا راشد اصحى يلا قوم البس يلا وتعالى معايا. او النبي يلا. لا نروح ولا نيجي، روح انت يومك بيضحك. لا ما ينفعش السهره الحلوه دي تفوتها، اوعى. مزاج حلو وسجارتين وكاسين ومزيكا، قوم بقى ما تبقاش بايخ، ما تقولي له يا فتون. ما يلا يا راشد بقى، انا القعده خلاص عفنتني، بقى لي 3 ايام قاعده. طيب اهو يا اختي. بقول لك ايه يا زينب يا بنتي، يعني بسم الله ما شاء الله، انا شايفك يعني حلوه وجميله وزي القمر ومتدينه. انت ما اتخطبتيش قبل كده؟ هيحصل امتى وفين يا حاج؟ احنا ناس على قدنا، ولا لينا اصحاب ولا لينا قرايب، وبعدين في الاول وفي الاخر ده نصيب. عندك حق يا بنتي، عندك حق. يا راجل اللي انت قلته لك ده كشفت البيت. ولا كشفتها ولا حاجه، مفيش اي حاجه يعني، انا بس كنت بسالها السؤال ده عشان ليا غرض منه. ماشي يا ابو غرض ماشي، بس بقول لك على حاجه، انا حبيتها قوي. وانا كمان، علشان متدينه بتعرف ربنا حق ما عرفته. صح. ربنا يبارك فيها في امثالها يا رب. وفينا يا رب كمان ان شاء الله يا ست. ده شارد في الغابة، المهم انت تعرف تصطاده؟ أحي ده أنا صنارة. طب يلا يا خش دخل يا ابني. إزاز استيراد هنا للبيت. حصل يا باشا. صباح الفل يا نجم. أنا عايزك تظبط دماغك بدوري يا نجم. إيه ده؟ خد يا عم، ظبط أنت دماغك بدي. بنتي وحشة قوي كده ليه؟ عارفة يا فتون البت الرقاصة العجر دي؟ بتاخد 2000 جنيه في الليلة عند فاضل. بجد؟ اصل انت لو شفت فتون وهي بترقص تجنن، ولا اجدع رقاصه عندك. لو النبي، طب ما تيجي تشتغلي معايا، ده انا الرقاصه عندي ايه؟ ما بتكملش عندي سنه وبتخرج من الصاله على الشباك ايرادات نجوم سيما يا روح قلبي. ما هو كده يا فتون، ما انت جره رجلي هنا عشان تشتغل رقاصه. والنعمه الشريفه ما سمعت عن الموضوع ده حاجه، ده انا اول مره اسمعه دلوقتي. طب يلا نمشي، حسابك ايه يا عسل؟ الحساب وصل يا جميل. حساب ايه بس؟ احنا بينا وبين بعض حساب. استنى افخم ازازه مستورده اهو، القعده هتحلو. اسمع الكلام واوزنه في دماغك واحده واحده. وده جنسه ايه ده؟ نبيه.